الحمد لله ان احنا خرجنا بالسلامه. سلامه 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 يا سلامه، رحنا وجينا بالسلامه. يا سلام يا درش يا سلام. ما شاء الله يا عبد الحمود. عبد الحمود يا راجل، ده انت في سمكه محفوره جوه. صوروا يا جماعه، انا كنت حاسه ان انا مخنوقه جوه قوي، حاسه ان الهواء مش نضيف، كاني بتنفس عسل. ياه ياه على الحريه وهواها، رغم ان القصر ده كبير قوي لكن كانه سجن كده بالنسبه لي. يا ساتر، في ايه يا اخوانا؟ احنا هنفضل ماشيين طول الليل ولا ايه؟ ما تشوفوا لنا تاكسي ولا حتى عربيه حنطور. طب ما تشوف انت يا اخوي. هشوف ازاي؟ ده انا ضريري يا مفتح. تصوروا، انا كمان سعيد قوي من كتر سعادتي، نفسي افضل ماشي طول الليل. تصوروا، وانا كمان عندي نفس الاحساس ده، بس انا تيتا اتاخرت عليها قوي، لازم امشي. يلا بقى، يلا يلا. سلمى يا سلامة. دلوقتي يا بنتي انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي يا تيتا؟ وانا معقول يا بنتي يجيني نوم الا لما اطمن عليكي وترجعي؟ معلش يا تيتا، اصل في ناس ضربوا القائد الانجليزي في شارع صاحبتي، فحجزوا الناس كلهم للتحقيق. هو مسكوهم؟ لا الحمد لله، ربنا ينجيهم. يا بنتي اسمعي، بعد كده مفيش خروج بالليل لوحدك ابدا الا لما يكون باباكي معاكي. ان شاء الله. باباكي جاي بكره. بجد يا تيتا؟ مين اللي قال؟ واحد اتصل بيا من شويه. الحمد لله، ده وحشني وحشني قوي يا تيتا. ربنا ما يحرمكوش من بعد ابدا يا ضنايا. قولي لي يا فرح، هي صاحبتك دي اللي كانت عامله الحفله يعني بمناسبه نجاحكو، كانت عازمه ايمن ابن صاحب باباكي؟ ايه؟ اصله بعدين يا تيتا حضرتك بتسألي عنده بالذات ليه يعني؟ أبدا يا بنتي بسأل. طب يا تيتا تصبحي على خير. وانتي من أهله يا دناي. يبقى أيمن كان هناك يا فرح. ده أنا اللي مقصود باللي حصل ده يا حسام. أنا يا إبراهيم قبضتوا عليهم؟ لا إزاي؟ إيه لعب العيال ده؟ أمال أنت نائب الداخلية إزاي؟ طيب دي مهزلة، دي كارثة. إبراهيم إذا الأولاد دول مجوش مش هيحصل وفاق بين إنجليز ومصريين نهائي. أما حتة الدين قائد اللي فرق عدا حلاوة، إنما يستاهل بقك. العساكر كانوا بيجروا حوالين القصر زي الفران. قوم يا مصري، مصري دايما بتناديك، خد نصري، نصري دين واجب عليك. قوم يا مصري، مصري دايما بتناديك، خد نصري، نصري دين واجب عليك. يعني ايه مالهمش اصلا؟ ماتوا يا فندم. احنا ما سبناش حته ما دورناش فيها. تقلبوا عليهم الدنيا، الوزاره مش ساكته المره دي غير اي مره، فاهمين يا فنديه؟ انا مش منقول من هنا قبل ما تقبضوا على الكلاب دول. كلامي واضح، مفيش خروج النهارده. ما انا يا بابا كمان لازم اطمن على زمايلي. يا ابني لو كان جرى لهم حاجه كان زمان الانجليز هديو، دول عاملين زي المجانين لغايه دلوقتي. صدقني يا بابا لو كانوا شكوا فيهم كانوا قبضوا عليهم. لا النهارده ولا بكره ولا بعده كمان. طب اطمن على حلاوه ودرويش. كويسين، وبعدين دول كانوا هنا يعني محدش هيجروا يقرب لهم. اهدى بقى، اهدى بدل ما عمك يشك فيك، صح ولا لا؟ طبعا، وخصوصا ان حالته حاله. العمليه دي خلاص هتهز صورته قدام الانجليز. ما انا كمان ما اقدرش ابقى قاعد كده زي المحكوم عليهم. هنخرج انا وانت ومامتك بعد الظهر نقعد في اي مكان، مش عايز اسمع الموضوع ده تاني، مفهوم ولا لا؟ مام انا عايز امشي في حي الغوريه، انا افتكرت كل حاجه شفتها معاكي وانا صغيره. حي المتولي، بوابه المتولي، وشارع المعز لدين الله، وعم جواد بتاع حلاوه زمان.
ماما هروح يا ماما. لوحدك؟ يا ماما انا كبرت وبعدين عايز اعرف كل حاجة عن هناك. هو ده برضو مش المكان اللي انتي تربيتي فيه؟ ايوة. وابوك يا شمس؟ بابا عايز يساعدني باي طريقة، اللي خلاه وافق على درويش وحلاوة علشان خاطري. ابوكي حالته ما يعلم بيها الا ربنا من امبارح، وما نامش دقيقة واحدة وخرج من الصبح بدري. خلاص يبقى روح وارجع مش هيحس بيا، ولو سأل عليا قولي له راحت عند واحدة صاحبته. طب حاجي معاكي. لا خليك انت احسن يزعقلك. ما انت معايا بقى، اصل حتتنا وحشتني قوي. خلاص يلا قومي غيري بسرعة علشان نلحق نرجع قبل ما يلا. مالك يا مصطفى يا ابني؟ عزيزة أمي، عزيزة رجعت واحدة في بيت أبوها، إيه اللي جايبها دي؟ عايزة إيه؟ وإنت مالك ومالها يا الله؟ ده شيء فات بقاله سنين. وأنا مالي إزاي؟ أنا خايف على فرح. خايف على فرح بقى من إيه يا درش؟ طبعًا لازم أخاف، أنت خلاص بقيت عروسة. خايف يجي فارس على حصانه الابيض وياخدك ويطير. ايه ده هو ياخدني لوحدي؟ انت اكيد قبليه. الله، وهتسيب ستك ولا ايه؟ انا حصان؟ لا ده انا عايزه فيل بزلوم. انت كمان يا ستك كل معانا، ده انت حبيبه قلبي. بس قول لي بقى يا بابا، انت يعني شايف صاحب الحصان الابيض واقف على الباب؟ هو حصان واحد؟ ده كأنه اسطبل، دول كتير قوي بس انا محجز عليهم. لا كده مش حلو يا ابو فرح. وانا اقول العرسان ما بيجوش ليه؟ ما بيجوش ليه؟ اتاريك انت اللي مطفشهم. شفتي عمال ابنك؟ ولا يهمك، مش هيقدر، هيدخلوا غصب عنه. ايوه خليكي معايا انت كده. انا معاكي يا حبيبتي بقلبي وروحي على طول. مالكم انتوا الاتنين في ايه؟ عجبتك الشقة؟ قوي يا ماما. عارفة ليه؟ زي ما تكون بتحضني، فيها دفء وحنان غريب قوي. يا حبيبتي أيوة كده ارجعي لأمك. فاكرة يا شمس؟ فاكرة لما جينا هنا أول مرة ما كنتش عايزة تقعدي؟ فاكرة بس ما كنتش فاهمة. طب ودلوقتي؟ لا دلوقتي حاجة تانية خالص. دلوقتي انا كبرت وفهمت وحسيت. انتي وعم حسام وايمن فتحت عينيا على حاجات كتير قوي. ممكن بقى ماما حبيبتي تسمح لي اروح اتفرج على كل حته بمزاج وارجع لها على طول؟ تتوهي؟ اللي يسال عمره ما يتوه يا قمر. طيب ما تتاخريش. ما تخافيش، باذن الله هنروح قبل ما نظام باشا يرجع. طب خلي بالك من نفسك. حاضر، هبقى امشي على الرصيف علشان العربيات. طب يا لمبة. باي يا حبيبتي. باي روحي. شمس هانم بنت نظام باشا عندنا في حارة أواديس. معقول الكلام ده؟ أنا آسفة إني جيت.
عن اذنك. استني استني، على فين؟ اصلا انا ما يصحش كده. اتفضلي اتفضلي يا شمس هند. انا لو اعرف انك جايه كنت فرشت الارض ورد. انتوا قافلين الشبابيك ليه؟ ها؟ اصلا ما بحب الشمس. يخرب عقلك يا عيني. انت معاك حد يا درويش؟ انا شمس البدور يا حلاوه. بنت لخبطه باشا، قصدي بنت نظام باشا. وهم اولاد الباشاوات كمان بيجوا لكم عشان تلحنوا لهم. شش بس عليا. طب خلص جوزي بقى وكمل له اللحن، ولا ايه بقى يا سي درويش؟ خلاص عليا، فوتوا علينا بكره. انا لا جري يا سي درويش، هم اولاد الباشاوات بيدفعوا لك واحنا لا، ولا ايه؟ ايه العباره؟ خلاص بقى يا عباس، اتكل من غير رماده. حاضر، هنمشي وهنفوت عليك بكره، بس انا اول مره اعرف ان انت تعرف باشاوات. الظاهر اني جيت في وقت غير مناسب. يعني هو مش قوي بس يعني. حلاوتك يا سي حلاوه. ايوه كده يا اخويا، اقول له ده موضوع اكل عيش. يا سلام، وانا يعني اللي واقف في سكتكم؟ خلاص يا شمس هاني، تستنى شويه، هي يعني وراها ايه؟ اهو كده الشغل. هي دي بقى الحته الجديده. مش لزومي عليا. يوه، هو جديد عليك؟ بس انا اول مره اعرف ان انت بتعرف بشوات. اهو هنعمل ايه؟ هم بيجوا لحد هنا برجليهم زي ما انت شايفه. ايه رايك فيها علي؟ انا غلطانه اني جيت لواحد زي ده، مش ممكن اشوفه تاني ابدا. هو فاكر نفسه مين؟ نسينا بنت مين؟ وانا اللي كنت فاكره اني جايه اقابل شاعر وطن. ده لا يمكن يكون شهر. ده ابعد عن بنت الباشا يا ابن نفيسة. عاوز نبعد عنها ليه يا ابن سعدية؟ البنت ملهاش ذنب وطيبة. ما تاخدش البنت بذنب ابوها يا درويش. انا حطيتها في دماغي من اول ما شفتها، وهي ادتني الفرصة من غير اي مجهود وجت لحد هنا برجليها. اقول لها لا؟ ايوه يا درويش، تقول لها لا وكفاية بقى لحد كده. ما تخلينا في اللي احنا فيه. الا بحق يا درويش، هو مين اللي ادى لشمس العنوان؟ انا اللي اديته لها، بس من غير ما اقصد يعني، جه كده في وسط الكلام. على عيبك يا درويش، وانا حافظها. تهاجمها وانت معجب بيها، تهملها وانت سعيد انها جت، تقول لها العنوان وتقول اه صدفه من غير ما اقصد جت في وسط الكلام. خلاص يا حلاوه انتهينا، ثم انا حر يا اخي. الله جرايا يا جماعه، ما تخلصونا، عندنا شغل. جيت يا حبيبتي؟ يلا نروح. مالك يا شمس؟ أبل تعبت من المشي. لا، انت في حاجة ضايقتك؟ أصلي روحت لدرويش وحلاوة. ازاي تروح هناك؟ أبوكي لو عارف هتبقى مصيبة. أهو بقى يا ماما، اللي حصل حصل. اوعي تروحي هناك تاني من غير ما تقول. خلاص ايوه. اهلا اهلا اهلا، تعالي يا حبيبتي تعالي. ازيك يا شمس؟ عملتي ايه امبارح؟ ولا حاجه يا طنط. باباكي عارف؟ لا لسه. امال جيتي دلوقتي ازاي؟ لقيت الشباك مفتوح والعربيه تحت، عرفت انك موجوده، قلت اروح اعمل مشوار واجي اشوف حضرتك. اقعدي يا حبيبتي. لا مش وقت بقى عشان ما اتاخرش عليهم. طيب احنا هنبقى نيجي هنا، خليني اشوفك. حاضر يا طنط ان شاء الله. من فضلك يا طنط ابقي سلمي لي على ايمن. حاضر يا حبيبتي. عن اذنك. ايه يا شمس؟ ما رددتيش السلام ليه؟ ما سمعتش بصراحة كده، بستغلسها. ليه بس؟ انت حتى
جميلة قوي وباين عليها طيبة. يا ماما أنا مش بحبها. ده أحسن حل يا باشا. المهم يتنفذ بسرعة يا إبراهيم. نص ساعة يا باشا وهتكون كل حاجة خلصت. نص ساعة كتير. نص ساعة على كل شيء يا باشا. أكيد هم دول. ادخل. متهمين يا باشا. هاتوا يا حسن. كان يرد لك ليه؟ والله ما عملنا اي حاجه. ده انا حتى بقالي يومين ما خرجتش من بيتنا. وانا يعني كنت في البلد عند عمي حتى اساله انتوا تتاكدوا. وانا كنت في المسرح مع الولا سايب حتى التذاكر هنا يا باشا. خدوا يا حسن مضيهم على الاقرار باللي عملوه. حاضر يا فندم. يا باشا ده حرام ظلم. انا ما بفهمش في السياسه ولا مسائل الوطنيه دي ولا حتى عمري افهم فيها. هو تستاهل اللي حصل لك. بريء بريء والله. التذاكر يا باشا بريء. ريحت يا باشا. التهمه ولقينا اللي لبسها خلاص. طب يا ابراهيم دول المتهمين اللي كده وكده. انا عايز المتهمين الحقيقيين بقى. هنجيبهم يا باشا. احنا الاول بس نسد خانه دول عشان الانجليز يسكتوا عننا شويه. ايوه على رايك. دول عاملين زي الكلاب المصوره. مساء الخير. مساء النور. ايه كنتوا فين؟ كنا في بوابة المتولي. شمس كان نفسها تشوف بيتنا هناك. ده ايه التقدم ده كله؟ يا ريتني ما كنت رحت. الله 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 الله. في ايه؟ تعالى يا شمس احكي لي ايه اللي حصل. ايه مالك يا عزيزة؟ تعبانة قوي يا حسام. مش لاقي حل. فرح برضو؟ عذابي بيزيد كل يوم. بناتي الاتنين قدام عيني. مش قادرة اقول لأي واحدة فيهم ان التانية اختها. ولا قادرة اقول لفرح ان انا امها. والغريبة الاتنين ما بيحبوش بعض. تفتكر يا حسام هقدر استحمل اكتر من كده؟ عزيزة الموقف دلوقتي مش في صالحك. ارجوك سيب الموضوع ده للايام. يمكن يتحل ويجي على هواكي. انا ما عملتش حاجه غلط في ابو دي ولا ابو دي عشان يعملوا كده فيا وفي ولاده. قولي يا حسام انا عملت ايه؟ بابا مساء الخير. مساء النور. مساء قبضوا على المجرمين اللي عملوا التفجير. قبضوا على مين؟ مش ممكن. ليه مش ممكن؟ انت فاهم شوية عيال الهمك زي دول يستعصوا على البوليس؟ لو كنت شفتهم هما بيصرخوا زي الفيران وبيحلفوا انهم ما عملوش حاجة ابدا كنت مت على روحك من ضحك. واحد منهم حلف انه عمره ما يفهم في السياسة. وهيعملوا معاهم ايه يا بابا؟ افتكر الاحكام المره دي هتبقى قاسيه جدا لان القائد الانجليزي اللي اتقتل شخصيه مهمه للغايه. افتكر مش اقل من شان. ليه يشنقوهم ليه؟ عشان بيدافعوا عن بلدهم يعني؟ ده اسمه عدل يا ناس. يبقى المجرم الحقيقي يفضل عايش وصاحب الحق يموت. مش ممكن. ايمن عنده حق يا بابا. شمس اطلع فوق. أنا مش عايزك تسمعي كلام التخاريف اللي بيقوله الأستاذ ده. أيمن مش بيخرف يا بابا. اطلعي فوق يا شمس. حتى لو شنقوه صوتهم هيفضل يصرخ في كل الناس اللي عايشة ومحدش يقدر يسكتنا. عارف ليه يا عمي؟ لأن مصر في دمنا في دمنا. حسام سكت ابنك. اسكت دلوقتي يا أيمن. تعالى يا أيمن. رايح فين؟ خارج. مش طايق أقعد في البيت ده. مفيش خروج دلوقتي. أرجوك يا بابا سيبنا أخرج. أنا حاسس إن أنا مخنوق. قلت لك مفيش خروج دلوقتي. عشان خاطر يا بابا سيبنا أخرج. طب أقول لك تعالى معايا.
ممكن يكون أيمن؟ ما افتكرش إنه كان قاعد معانا هنا، لكن جايز يعرف اللي عمله الحكاية دي. أنا مش قادر أفهم لغاية دلوقتي أنت جايبني هنا ليه؟ حسيت إن أنا عايز أعرف. الناس صدقت بتحب بعض. أيوه يا حبيبي، زي ما في ناس هناك خلوني، في برضه هنا ناس خلوني، بس أنت ما تعرفهمش. أرجوك يا بابا، ما تخليش أشوف الحياة كلها سودة، خليني أشوف لو حتى حاجة واحدة بس. مش عايز أضحك عليك حبيبي. بابا إحنا ممكن نشوف شبابنا. شبابنا إيه؟ اللي اتقبض عليهم. ودول هنشوفهم فين؟ نقول له يا ايمن نروح لابراهيم ابوك ونتحجج له باي حاجه، نقول له مثلا ان حضرتك عايز تطمن على اللي حصل. ليه هو عمك مش هيقول له ان احنا عرفنا منه؟ مش هيخطر على باله ان احنا غلطانين. ده هيفيدك بايه؟ مجرد ان احنا نطمن عليهم بس، لا يكون عايزين حاجه تانيه ولا كده؟ لا طبعا ابراهيم يشك فيه. مش هيشك يا بابا، مش هيشك. احنا هنروح نقول له برافو عليك ان انت قبضت عليهم بسرعه دي، ولو حسينا ان عمي قال له حاجه يتحدث له بأي حاجة، يقول له مثلا احنا جايين نبارك لك. يا رايي ده ابراهيم، ابراهيم اللي عارف كويس قوي ان احنا ما بنبارك. ارجوك يا بابا، ارجوك تصرف عشان خاطري. لو عملت لي كده يا بابا انا هرجع بقى. خلاص روح روح فين؟ انا جاي عشان المسدس بتاعي اتسرق، سبته في العربيه رجعت. مفهوم؟ السؤال ده دلوقتي ليه؟ يعني سؤال خطر في بالي. ايوه عايزه تعرفي شكلها ليه يعني. عاوزه احس بحنان الام. اصلا انا بشوف عواطف الامومه غريبه قوي، احساس جميل حقيقي. عواطف الامومه بس؟ طب عواطف ده انا بحبك حب الاب والام والاخ والاخت وكل حب في الدنيا. سلام، ده انت احلى بابا في الدنيا كلها. وانا يا فرح مش بحبك زي امك واكتر. ياه ده انتي بقى كل حاجه. قوليلي اخبار زمايلك ايه؟ كلهم لكم، بس انت بقى ما تدينيش حلاوه نجاحي. انت تؤمريني وانا ما علي الا التنفيذ. شفت بقى ازاي؟ اهو انت كده هتخليني اسكت خالص. انت مش عارفه ان انت فرحي كله افرح. انت كل حياتي يا بابا. أنا تعبان كده، لا هقدر آكل ولا نام ولا أشرب ولا أعمل أي حاجة. إحنا عبد المأمور. لكن المأمور ظالم يا أخي. وإحنا في إيدينا إيه بس نعمله؟ قال قبضوا على أي شباب تلقوها قبضنا، كده كده كان غيرنا هيقبض عليهم. طب وآخرتها؟ مش ممكن الدور يجي على حد من إخواتنا؟ إخواتنا؟ طب ما كلهم إخواتنا. وطي صوتك يا حسن. لو وطيت صوتي صوت ضميري هيفضل عالي. انا احسن لي استقيل، على الاقل اشرب من اللي انا فيه دلوقتي. انا مش قادر انسى نظره عينيهم ليا وليك واحنا بنقبض عليهم. احنا بنقبض على ناس ابرياء واحنا عارفين كده كويس. مش قادر، مش قادر. انا مش عارف ابراهيم واللي زيه ده بيناموا ازاي. انت فاكر انهم هيسيبوا الولاد اللي عملوا الانفجار ده؟ ابراهيم ونظام مصممين عليهم، يعني دول هيضيعوا والتانيين كمان. وما ادراك مين تاني. كفايه، انا مش ناقص عذاب. وانت بس اللي بتتعذب؟ ما انا زيك يمكن اكتر منك. يبقى نعمل حاجه. ما نقدرش، ما نقدرش نعمل اكتر من اللي بنعمله دلوقتي. وفي السر تقدر تعمل ايه اكتر من كده؟ مش عارف، بس الشيء الوحيد اللي انا عارفه كويس اني مش هقدر استحمل اكتر من كده. ده انا حقلب لك الدنيا يا حسام باشا. يا سلام، واحنا ديك الساعه برضه لما نخدم جنابك. انا قلت كده برضه ابراهيم بيه، قلت مفيش غير ابراهيم بيه هو اللي هيحلها، وخصوصا ان ده سلاح. وطبعا مفيش امان دلوقتي يا ابراهيم باشا. على رايك، بس انا سعيد بيك قوي يا ايمن اليومين دول.
مش كده أحسن؟ طبعا على الأقل تستريح شوية يا باشا. يا ترى إبراهيم بيه الولاد اللي مسكتوهم شكلهم إيه؟ أكيد مش ولاد ناس طبعا. شوية رعاع يا باشا، وبكرة الصبح هيترحلوا على السجن عشان ياخدوا جزائهم اللي استحقوه. وهم لسه ما خدوش جزائهم؟ طبعا دي تيجي برضه دايما، لازم ينوبنا من الحب جانب يا راجل. دول اكيد اتبهدلوا على الاخر يا باشا. طب يا ترى عملتوا فيهم ايه يا ابراهيم بيه؟ من باب حب الاستطلاع بس؟ اوريهم لك يا باشا، ثانيه واحده يا سيد. افندم يا باشا. قول لي حسن بيه جيب العيال اياهم. حاضر يا باشا. لسه بقى يا باشا لما يترحلوا السجن هيبقى حالهم حال. حل حل ايه؟ قول محال يا باشا. متأمين يا فندم. اتفضل يا باشا. اتفضل. اتفضل سعادتك. هما دول اللي فجروا العربيه امبارح؟ هما ايه؟ واعترفوا كمان. مش هما. انت بتقول ايه يا ايمن؟ بقولك مش هما. تسكت يا ايمن، مش عرفك انت. انا عارف يا بابا، متاكد. متاكد منين يا ايمن؟ انت تعرفهم؟ يعرفهم ايه بس يا ابراهيم بيه؟ ده ولد بيخرف. انا مش بخرف يا بابا، الناس دي ابريا ملهاش اي ذنب. قلت لك اسكت. مش هسكت لان سكت عن حق شيطان اخرس. بقول لك اسكت. مش هسكت يا بابا، مش هسكت. انت مش عارف عامل فيهم ايه، ولسه هيعملوا اكتر زي ما قال. انتوا اللي فجرتوا العربيه امبارح، ما تردوا ساكتين ليه؟ ساكتين لان هم اللي عملوا كده يا ايمن. لا، دول ما عملوش اي حاجه. تعالى هنا وامشي قدامي. الناس دي يا بابا ابرياء، هيتشلوا. انا مش ممكن امشي، انا هفضل قاعد معاهم هنا. فكر منين باين عليك وعايز تعمل ايه بالظبط ان شاء الله. مهما عملت يا بابا مش حاسبه. دول ملهمش اي ذنب في اي حاجه. وعايز تحط بدلهم مين؟ مش مهم. المهم ان دول ما ينفعش يفضلوا هنا. دول يا بابا، دول ولا غيرهم، اللي غلط لازم ياخد جزاؤه. كفايه يا حسن باشا، كفايه. سعادتك تقدر تروح. قدامي. حسن خليك مع حسن باشا، ايمن يركب العربيه، اوعى يهرب منك كده ولا كده. حاضر يا فندم. سيد تحت امرك يا باشا. خد العيال دي على الحجز. حاضر يا باشا. يلا يا ابني. قدامي يلا. قدامي. معقول؟ يبقى اكيد ايمن معاهم. عايز توقف نفسك كده يا ايمن؟ لا يا بابا، انت اتغيرت قوي يا بابا. فين مبادئك وفين وطنيتك؟ راحوا فين؟ يا فندم. لا ابدا، انا بس كنت عايز اطمن على ايمن. طمن وطمن ابراهيم بيه. يا استاذ حسام، انا بتعذب زي ايمن بالظبط. اشمعنى يعني؟ عشان بحب مصر وبكره الظلم. الشباب دول مظلومين. صدقتني يا بابا، انا كان كلامي صح. شش، وطوا صوتكم انتوا الاثنين. فاهمين نفسكم فين؟ احنا في الداخليه مش في جنينه. ممكن اقعد مع حضراتكم شويه في اي مكان؟ طب وابراهيم بيه؟ هو قال لي ما تسيبهمش، اوعى ايمن يهرب منك. هي دي هتبقى حجتي. اتفضل. انا اللي هربتهم يوم الحادثه فعلا، مش هما دول. مش معقول، احنا قلنا كلنا مصريين يا فندم. وعلى كده كل الضباط زي حضرتك؟ لا طبعا. طب وليه قبضتوا على الشباب دول؟ ابراهيم قال اي شباب سد خانه. يعني ايه سد خانه دي؟ ما هو لو ما عملش كده هو اللي هيدفع الثمن، هو اللي زيه. الورطة دلوقتي في المفاضلة اللي احنا واعين فيها شخصيا. لو قلنا ان الشباب دول ابرياء ولازم يخرجوا، يبقى لازم يخش بدلهم التانيين. التانيين خسارة يا فندم، دول ايديهم واصلة وعندهم خبرة كبيرة وروحهم الوطنية عالية. طب واللي محبوسين دول؟ مالهمش علاقة بأي حاجة ومالهمش أي نشاط. الله، مين اللي اختارهم؟ جالنا كشف بأساميهم وعناوينهم فنفذت. طب والعمل دلوقتي؟ أكيد هلاقي حل، بس ادوني مهلة عشان أعرف أتصرف. لوحدك مش ممكن. اطمن يا بيه، مش لوحدي. زي ما في مجموعات منكم بيهمها مصلحة البلد، إحنا برضو في مننا مجموعات كبيرة يهمها مصلحة البلد. يا
شيء يفرح فعلا. ليه عملت كده فيا هناك يا بابا؟ ليه؟ عشان احميك من ابراهيم. ابراهيم ده يبيع اي حد عشان يرضي اللي بيخدمه، وعشان ما يستعديش عمك عليك. ابراهيم ده انت ما تعرفش شره يا ايمن، ده بيستمتع انه يقبض على اي حد من الشباب، لانه لو سابهم ونجحوا هيفقد كل اماله وكل العز اللي هو فيه دلوقتي. ده زمانه جيري قال نظام وهتبقى حكايه. انا عندي اقتراح كويس. حضرتك تاخد ايمن وتروح لابراهيم وتقول له ان ايمن ما كانش يقصد، وان كلمه مش هم دول كان يقصد بيها يعني ان المستعمر هو اللي مفروض يكون في السجن مش المصريين، لان دي بلدنا. واهم حاجه انه لازم يصدق حضرتك ويصدق ايمن كمان عشان نتقي شر. والله اقتراح جيد جدا. ده الكارت بتاعي، انا عندي تليفونكم. مش قصر نظام باشا برضه؟ بقى ده اسمه كلام برضه يا ايمن. افرض واحد غيري اللي كان هنا كان حصل ايه؟ ابراهيم بيه انت عارف كويس حماس الشباب اليومين دول ضد الانجليز، ولما ايمن قال ان الولاد دول مش المفروض ان هم اللي يبقوا جوه السجن كان يقصد طبعا ان المستعمر هو اللي بره والولاد اللي جوه، هو ده قصده. ايه يا ايمن انت تعبان ولا ايه؟ تعبان يا بابا، حاسس ان جسمي كله مطلع نار. طبعا من التوتر العصبي اللي انت عملته. جايز برضه. على العموم كويس ان انا ما لقيتش الباشا في البيت لما كلمته، لو كان عارف يا ايمن كان هيزعل منك قوي. وليه بس تزعق له يا ابراهيم بيه بدون داعي؟ انت لسه بتقول ان ايمن ظاهر خالص. خلاص يا باشا اعتبر الموضوع منتهي، ما تخافش انا مش هجيب سيره خالص للباشا. ابراهيم بيه انت عارف كويس قوي ان انا ما بخافش من نظام اخويا، وانت اكتر واحد عارف الحكايه دي. ما اقصدش يا باشا، سعادتك فهمتني غلط، انا كل اللي اقصده ان خلاص يعني الموضوع انتهى. بابا انا تعبان قوي. قوم يا حبيبي، لازم اوديك للدكتور قبل ما نروح. انا اذنك يا ابراهيم بيه. اتفضل يا باشا، ارجوك طمنا عليه. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. قول يا حسن، قول لي بقى ايه اللي حصل بعد ما خرجته من هنا؟ في الحقيقه يا فندم هو شاب متحمس زي كل الشباب المتحمسين. انا بقول لك ايه اللي حصل. الولد كان في حاله عصبيه شديده، واضطريت اخده هو وباباه ونروح حته هاديه عشان نقدر نهديه. انا مش بعتك معاهم يا حضره الضابط عشان تتفسح. فندم انا كان لازم افهم حقيقته ايه. وعرفت؟ طبعا يا فندم. الولد كان يقصد ان دول مصريين والمفروض انهم ما يتحبسوش لان دي بلدهم. ايوه بس هو قال قدامك اكتر من مره انهم مش هم. انا ركزت على النقطه دي بالذات يا فندم، واقسم لي اكتر من مره ان هو ده كان قصده. على فكره يا فندم بابا ما اتكلمش معاه ولا مره لاني ما سبتهمش لحظه واحده. بالعكس بابا كان قاسي معاه جدا. انا يا فندم اديت له الثقه الكامله عشان يصرح لي باللي هو عايز يقوله. قلت له اني زيه بحب مصر وخايف عليها وبتعاطف مع الشباب اللي بيقول. وصدقك يا حسن؟ جدا. اطمن سيادتك. متشكر يا حسن، اتفضل انت. شكرا يا فندم. مع السلامة. الو. اهلا اهلا يا باشا. ايوه سألت على سعادتك. لا ابدا مفيش حاجة، انا بس بطمن على جنابك. لسه يا باشا مفيش جديد يعني. لو حصل حاجة هتصل بسعادتك. مع السلامة يا باشا. أنا اسكت بقى يا أخي. أيمن لا مفيش حاجة، اسكت أنت. هيموتوني يا بابا. أرجوك هيموتوني. يا عمك هيسمعك وأنت أيه؟ أنت مش فاهم. ينفعش أنت كده، هتخرف أكتر من كده. ينفع؟ تعالى معايا العربية أنا هوديك المستشفى. هيموتوني. بس يا أخي. سعادة الباشا فين؟ موجود جوه. طب انا داخله. استنى ما استأذنك. الموضوع مش مستحمل استئذان. يا سعادة الباشا. ايه ده؟ انت ازاي تدخل على بشحلتك؟ انا اسف جدا يا سعادة الباشا.
حسام بيه اصله جري بالعربيه بعد ما دخل هو وايمن بيه. ليه في ايه؟ اصلا انا سمعت حسام بيه بيقول مفيش غير المستشفى، وايمن بيه كان باين عليه انه تعبان قوي قوي كده وبيقول كلام غريب، بيقول الحقونا هيموتونا. تاني يا ايمن. حرام هيموتوني، ما ليهمش ذنب. تعبت ارحم ابوك. عارف حرام. الدكتور بسرعه، الولد مش قادر يستحمل. هيموتوني يا بابا، هيموتوني. انا لازم اقضي عليهم، خونة. انا مش ذنب. اكيد ابني جراله حاجه، انا قلبي مقبوض. كفايه بقى يا سهى. اطمني يا سهى، اكيد مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ وما راحوا فين لغايه دلوقتي؟ بس لو عمو يكلمنا عشان نطمن. عمك ده عمره ما يفكر صح ابدا. يعني لو كان قال لي لما كان في الجنينه كنت انا اتصرفت، بدل ما فضل يجري بالشكل ده. ما هو لو في حاجه كان اتكلم، او يمكن الحاله صعبه لدرجه انه مش قادر يسيب ايمن ويتكلم. الو. ايوه حسام. خير؟ طيب انت فين دلوقتي؟ طب انا جاي لك حالا. ابني مال؟ ابدا ما فيش، شويه سخونه زياده مش اكتر. انا رايح له. وانا معاك. وانا كمان، انا هاجي معاك. لا انت تفضلي. يلا يا سهى. ينام شوية، نعالجه الأول وبعدين نفكر نديله حقنة. لا أرجوك اديله حقنة فورا، عمه زمانه جاي دلوقتي مش عايز يشوفه كده. قصدي جاي مع أمه، وأمه مش هتستحمل. الخونة الخونة. أرجوك يا دكتور. الخونة الظلمة يسقط الاستعمار. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ارحمني بقى يا حبيبي أرجوك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. دي عبنا ايه مواديها دول؟ الصبح ان شاء الله اطمن حضرتك. حالات كتير قوي بتجيلنا زي ابنك، بس قبل ما بنعالجهم بنحتضنهم ونحاول نخفف من ألمهم اللي احنا عايشين معاهم فيها برضو. عموما انا هكتب له روشتة العلاج بعد اذنك. اتفضل. ايمن ماله؟ ايوه جرى له ايه؟ ايوه ماله؟ ايوه عندهم. ودي جات له فجاه كده؟ امر الله. ما تخافش يا حسام، ربنا هيشفيه باذن الله. ربنا كبير، وعموما الدكتور قال انه هينام الصبح. سهى وشمس هيفضلوا هنا مع بعض، لو احتاجوا اي حاجه يتصلوا بينا في البيت. حسام انت شكلك مرهق جدا، لازم تروح، وانا هروح اقابل مدير المستشفى. طمني يا طنط، بكرة بإذن الله يبقى كويس. لو فاق الصبح ما تخليش يتكلم مع أي حد من الممرضين أو أي حد غريب يبقى في الأوضة، لأنه بيخاطرك بكلام خطير هيودينا في داهية. محدش ضامن حد اليومين دول. هو إيه اللي حصل يا حسام بالظبط؟ بعدين أبقى فاهمكوا. صباح الخير. أكيد حصلت حاجة جامدة أوي لأيمن، هي اللي عملت فيه. اللي بيحصل لك ده ايه يا ايمن؟ يا اخوانا احنا مش ممكن هنسكت، ازاي بس نسيب ابرياء يتحكموا بدلنا؟ يا ريت يتحكموا، ده الحكم بشقهم مسبق. انا راح اسلم نفسي. وانا كمان، انا جاي معاك يا عم. يا جماعه اهدوا شويه، احنا نقعد نفكر وبعدين نقرر اذا كنا هنسلم نفسنا ولا لا. يا سامي خايف على نفسك قوي؟ ما تقلقش مش هنجيب سيرتك، خليك انت وروح احنا. انت اللي بتقول الكلام ده عمر؟ انت اللي بتقول الكلام ده وانت عارفني كويس؟ ايه رايك ان احنا لو اتفقنا على ان احنا نسلم نفسنا، انا اول واحد هروح اسلم نفسه. اصل لسه هنقعد ولسه هنفكر، هنضيع وقت ساعتها عشان يكون اتنفذ. بس انا متهيألي انهم عشان يسبقوا الحكايه هياخدوا لهم محاكمه صوري كده، هياخدوا لهم 3 4 ايام علشان الحكايه دي تتم. لا لعلمك بقى، الموضوع ممكن يتم في اسرع وقت ممكن. بس مش ممكن يا اخوانا الحكايه دي تكون كمين معمول لينا، ولا قبضوا على حد ولا غيره. عندك حق، ده احتمال وارد، بس هنعرف من مين ونتاكد ازاي. من الضابط حسن. مش هو ادانا تليفونه؟ ايوه، بس هنكلمه فين؟ في البيت. البيت لا. مظبوط. لا اوعى تعمله كده، اسمع كلامي بس.
اوعدني ان انت وزمايلك مش هتتصرفوا اي تصرف الا لما اقول لكم. انا هعرف اتصرف قبل المحاكمه. مظاهرات لا. اسمع كلامي، مش عايزين نضيع شباب اكتر من كده. انت بتثق فيا ولا لا؟ لو ما عرفتش اتصرف اعملوا اللي انتوا عايزينه. اسمع كلامي، يبقى خلاص، مع السلامه. الو سياده المامور. اهلا يا فندم. عاملين ايه الشباب اللي وصلوا لجنابك النهارده؟ منهارين؟ بقول لسعادتك ايه، انا بفكر حضرتك بالوعد اللي انت اديتهولي. ايوه ممكن. طيب انا هاجي لحضرتك بنفسي. مع الف سلامه.